قلبي احفظ بيه احفظ بيه احفظ بيه احفظ بيه بس بس لما استنى خلاص الحمد لله على السلامه الحمد لله يعني ما شرق عندنا الحمد لله على السلامه مره تدري ايش سوى فيني وانا غص يا ولد ايش سوى فيني ما يلدغ المسلم من جهر مرتين نعم سوى فيني طال عمرك غصيت وانا جنبه منو انا شرقت خايفي هو الحين يحط غرزات على فمي كله تعبت يا ترى انت يمكن افور المهم قلت له خلاص خلاص انا رجعت للحياه قال رجعت للحياة غصبة استغفر الله العلي العظيم ودي أسافر وعود عود هلا يا فارس وانس وعزوز عطني السبحة هذا السبحة ما يلمسها إلا شاعر يجيب أبيات صح وانا شو فارس فارس انت بدش شيء الدفع الرمان والله دكتور يا فارس الشاعر موجود يلا والمنشد موجود والمنشدين هذا ما اقترن صح قمقم عي اقترن عي اقترن ابقى سي قوه ابقى سي قوتك تعال هنا تعال هنا بسوي لك اقتران بسرعه يلا تم الاشتراك ايه شوف اقترن ما شال المركع عني ارحب يا ابو معدي ارحب يا عزيز مرحبا راحي وشلون تم تم والله انا واجب التم طيب ابداك على واجب يخصك عزمي عزمي ابداك على واجب يخصك يمينك يا من الشعب تكفى والله ابي الاقتران هذه مش اوكي عندك عزوز ابي الاقتران انا اسف مش كويس الله عليك اوكي عندهم ايش عنده ذا انا بدات تغير عندي الاشياء هذه انا بداك على واجب من يخصك اي نبدا اي نبدا الرجع تم وعشان نختصر انا بداك على واجب والله انا بداك تكنسل انا بداك على واجب من يخصك بالعاده عندكم اسف اسمع اسمع انا بدي شيء جد 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 المتصب هيه ادرع على يا فارس هيا يا فارس انت عزوز لبي الوضع غير مستقر مستقر غير مستقر مستقر غير مستقر غير مستقر غير مستقر غير مستقر عزوز الموضوع اللي قلت لك عنها هرج هرج في فارس زلفت يهرج فارس هرج يا فارس عندي اسمي لا يبغى زلفت يبغى له ها بيمينك والله شايف هذه هذه كويس من لبست اسود ما دريت وين يمينك ويسار هذا هذا خلينا في صلب الموضوع الموضوع اللي علمك به هذا هو الموضوع من عندي وش ابي؟ انا ابي لي ابي لي الزفت الزفت هذا الاسود الزفت شفت؟ بدون عيون قطط ما بي عيون قطط ما بي ما بي ما بي ما بي ما بي ما بي عيون قطط ما بي عيون قطط ما بي ابي لي زفلت واربع مطبات خلاص خلاص بس بس اكتب لي تبيه طال عمرك سداسي ولا خماسي؟ لا 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 خلا 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 رايح جاي ها ما عاد تجيني يوم ثاني تبي رصيف ما ندري ثم عاد ارصفك بالارض وجهي طويل عندك وجهك طويل لا هو برصيف ما تقصر ان شاء الله لا لا بقصر لا ما تقصر أبقصر ما تقصر ان شاء الله مودي مودي تقوم الصبح ما عندك شغل لا 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 كلمة مودي لا كلمة مودي لا 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 غثيث لا 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 فاضي فاضي شغل انت قاعد تطعني ترى ما تدقني بصبعك المعذر المعذر اسف اسف يجب يجب يتم أربعة كيلو يتم إعطاء المدعو مدعو مدعو من مدعو من دعالي من دعالي دعالي من هو المدعو من دعالي دعالي من المتهم المتهم رجل يكتبها في الكاتب إنها مدعو اسمك اسمك أنس الميموني يلا يطول قبل سبعة متر سبعة أربعة كيلو أربعة كيلو أربعة كيلو سبعة متر أربعة كيلو سبعة متر سبعة سبعة متر وسبعة متر ما تبي لين غرفة النوم إزبل لا 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 كيف كيف باب الصالة كيف كيف باب الحوش العيال العيال عندي الله يصلحهم يصلحهم العيال يصلحهم سيارات كلها صغار 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 الله يصلحهم الله يصلحهم الله يصلحهم الله يصلحهم الله يصلحهم الله يصلحهم وان شاء الله ما يجون على دربك يطالبون اشغلونا لا ان شاء الله ارصيف 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 انا طالبك ارصيف ارصيف ارصيف
ارضي يلا ها ولعد اشوف رقعت وجهي خمسة سنين خمسة سنين لا تجيب إنارة ما في إنارة بعد اطل ما هي عندي خمس لمبتين لمبتين غير ما في ما شوف جرة النمل النمل لمبتين ثلاث غازية العلوم اللي بيني بينك اكبر من ثلاث هذا يشوف بالليل هذا تقدر تشتري الدربين قم شاء الله قم شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رصيف رصيف وإنارة عبد دوار صغير عند البيت دوار خذ لك بلك وحطه عندك العمام روح زي الدوار ثلاثة متر في ثلاثة متر فقط صغير ثلاثة متر مربع هب له سبع مخلات على الدوار شبع الخلاط قالوا لك مزرعه انا اطلع عندنا شغل دربك واحد تبي اخلاص ولا شيشي ولا صقعي اي شيء بحط لك كاليفورنيا حط له عشان عندك ابي منظر في الدوار دله ولا منظر دله تبي دله الدله هذه تخب عليك حطها بالدوار يعني هبله يا ريال مدخنه تبي مدخنه هذيك جيبها عزوز لا يا سكرتير جيب المدخنة هذه تخب دوار هذا متر شوف المدخنة هبله دوار يا رجال المدخنة نادي العمال إذا سوى له دوار يحطونها بالنص ما تشوف يلا مدخنة سبعة متر طولها بس 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 ها نافورتين بعدين بيجونك الضيوف كل شوي بتذبح وانا اعرفك شيلها ترى دوار بيجونك ناس يحطون عنده شيلها طيب اناره ترى الكهرب عليك لا شيلها طيب النافوره ترى مد من باب بيتك على عدادك الزبلت بتدفع 700,000 عليه لا رصيف البلك والصبغ عليك لا 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 ما عندي مقاومه ها روح يا عبد العزيز توصل روح تخليني اعصب عليك ترى عصبت اسوي شيء ما يعجبك يعجبك فارس وذي وين راحت استاذ كيف حالك عزوز كيف حالك عزوز الشخصيه هذه اللي هذا شبي السلام تعال لا خلاص عطنا لزيم الله يذكر الله يستر عليه هذا كان يجيني في المكتب عندي في نمار عجل من سجل عجل ودي يا شيلك وشافي يقوم يخلي اغراض ادرك هذا ما مر اي مثله وزي كذا ترى العجلة تمحل يا رجال امور بعد امور الدهر بسبت عجلت يا ولد اعوذ بالله عاجل ثم عن ما بالسعر اذا علنا بالسعر
تت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 ت
لا الموضوع اي انا الموضوع عطنا موضوع نسولف فيه جد سوالف جديه. شوف موضوع عند تحس انك اذا سالت فيه انك ما تمل لين انت تسال. والله شوف الموضوع كفو. شوف المواضيع كثيره لكن انا سبحان الله يا اخي الجار بعض الجيران تفقدهم. انا الحين ترام فاقد الجيران ابتعدت عنه ما توقعت اني بشتاق لهم من اول ولا هذا ايش جاء شخلات ناس ممكن تكمل ايوه شنو ايش كمل معك السالفه والله شيبان ويوصلهم المسجد ترى فقدوا قهوه العصر فقدوا قهوه المغرب شيبان وهذولي فقدوها عندك في الحاره الحاره عندنا في المدن ما ادري عنكم انت برا المناطق ما ادري عاد عنكم في المدن عندنا ترى بعضهم الحين خلاها انا من اذكر من اول يوم كنا ابتدائي كنا ساكنين في دخل محدود كان كل بعد مغرب القهوه عند واحد من الجيران صلى الله عليه وسلم طول السلامه القهوه قلطوا تاك يجي بس جاي لك تقهوى عندك لا العشاء لا لا تقول لا شيء لا شيء يروحون بعض اسامه جاء بعد العشاء اسامه هم يشرفون ايش رايكم نجيب لنا من مطعم عشاء ولا ايش رايك فلان اجيب لك واحد من بيته ولا زي والله يا واد حياه كنا نتقاسم الخبز بيننا وجهه اي والله يجيبون الخبز طول السلامه ونقسمه ما شاء الله لا كانت علاقتنا ترى قويه الجيره شوف الجيره زينه لكن الحين في يعني قرى ما به بيوت حل بيوت اي ما اي بيتك من اقرب بيت من البيت يمكن كيلو ونص كيلو ايش تعرف؟ اقرب بيت يعرف من ربع تقول جوع البيت الى عاد كم عن الناس الناس ما جمعتكم في ما جمعك معهم الا يوم تكون القهوه ذي احنا لما جاء العصر في ديرتنا لما جاء العصر صلينا العصر خلينا نص ساعه كذا تقهوينا احنا والشايب وامي امي وابوي قهوه البيت قهوه البيت قهوه لما جاء الساعه 4 4 ونص وجهنا الواحد من الجماعه ولا اي واحد من الجماعه اطراف الجماعه عند هبل اخ سبقنا وسمرنا عنده سولفنا لا بعد المغرب لا العشاء لا العشاء لا العشاء لا العشاء نسمر عنده بعض مرات نسمر لا الساعه 12 عنده عند البيت بعض مرات لا نرجع البيت سابرات هذا وضعنا في الديره هذا الوضع اللي في الديره عاد انا يوم جيت الدمام لا دوام ارجع ارقد اكم العصر لا ما اظهر من الدوام الا الساعه 4 العصر انا ارقد في المسجد اقوم اجي العصر ظهرت هريت المغرب تمشيت كذا كديت المغرب بالعشاء وبرودي من عقبها رجعت استراحه وفي الاستراحه على الساعتين اللي اوه يا ولد والله العظيم اني فقدت يا ولد ضحك والوناسه استراحه فيها يمكن ما يقارب 15 رجال لكن يا ولد ما تمل ما شاء الله تروح منها ساعه تمل ترجع لها تضحك وناسه وناسه اجلس بس سولف قهوات موجوده كل شيء يخدمونك العمل يخدمونك والغسيل انت تجلس تسولف ضحك وتلفزيون سوني تكشتوا تروحون تجون تكشت بعض المرات خاصه في بدايه الشتاء قبل ادخل البرنامج كنا نسمع كل ليل في الطوش العزبات معي والموتر ومعهم موتر مرتفعه نجي في الطهر طش نسمر والله خير استانس اجي الساعه 12 12 ما تجي الرياض؟ الرياض اجي لكن يا اخوي انا ما اجي الرياض الا قد عندي شغله اقعد عندي شغله وين تمشي ولا وين اتمشى؟ وين اغادي؟ في الرياض طيب عبد العزيز جاء يتمشى في الرياض وين اروح؟ دخلت الحين من الدمام صوب الرياض ما ادري على حسب ما عندك معارف انت صاحب اي هاي المشكله يا اخي ما مالي يعني اللي بكرة. معارف لكن يعني مشغول اللي مشغول بتبلشنا بكره انت يعني اللي قبلشكم شو جاني من الرياض دقه يعني وين بيتكم؟ انت شغل وين بيتكم؟ ارحم الله ارحم الله مسلم وين بيتكم؟ في لبن اوه حلوه وانت؟ شرق شرق قريب بتقوى عندي وبديت على العشاء عندي شيلني معك اي جيب معك ومصقر وين انت؟ استراحتي في لبنان مرحبا والله وما سال ابو معجب الله يبقيك خلاص انا بتقوى عندك مغرب وتقوى عندك العشاء وتعشى عندكم لا عشاء عندي انا لا هيا للسحور عندك الله لا لا مقبل على رمضان انا بجيك ترى رمضان بعد لا رمضان لا اشوف احد رمضان الجو غير كبد الرطبه رمضان الجو غير عندي انا اكسب اجر ايش جوك رمضان؟ رمضان عائلي اول خمس ايام تقريبا هذه لازم يوم خمس ستة مكه هذه لازم انا ابوي وامي صح هذه مكه اي بركي بركي ولا من اخواني اخواني مكه يا مكه انا رايح انا يومين جيت ثم من عقبه طول السلامه خلاص مع البيت ما اطلع من البيت يا رجال اي والله اجي ريدي ما تصحيني ليه؟ 28 يوم ما تظهر من البيت ترى جو رمضان غير ترى اطلع منهم اطلع محبوس القريه الحين جو رمضان في الرياض كيف؟ جو رمضان طول السلامه الرياض كيف جداول في رمضان؟ والله رمضان اكثر طيب شيء يكون جوي اسري اكثر شيء والله صدق جو عالي ترى
تطلع على الصراع بالليل تتسحر برا تقريبا احيانا تتسحر مع اخوياك تشوفوا لكم يوم تشوفوا لكم مطعم تصير تروح تجيب تراويح تلقى امك راح تصلي معك خلاص احسن لهم سلام ترجعوا للبيت وسلامه تلقى الشوربه والمكرونه ولا الحياه الدرع الثاني صح شوف شوف معك شوف رمضان تدري متى تقعد الساعه 11 صح بعدين تشوف اخوياك وين اخوياك تطلع تقهون برا صح انا معك شو السحور رجعت لان رمضان اللي انا عينتها رمضان كله خير وبركه وهجر الحمد لله إيه بس لكن يعني استانست قبل يمكن 7 أو 8 سنوات يوم عنها يوم لما جاء عقب الفطور 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه بكثير بدات سكتم بكتم طاش مطاش اللي تكي لا تراويح انت عينها هذيك اجواء الحاله ان شاء الله انا مكرونيا صرت في الشرقيه انت؟ اي صمت في الشرقيه وفدي وش الازياء؟ عاد والله جدول الشرقيه جدول وش الازياء فدي ولا؟ الديره زينه بس انه ما يتجمع الا من الساعه 10 10 ونص خلا خلا في الشرقيه طايره بعد الكوبس في دير حد ما شاهدها طلع بالليل وكوبسهم جايبينه من تدليل تعجمين بالغتر والدنيا وكبس المكبس كل واحد جد في ضم كناك الشرقيه في الاستراحه في الشرقيه استراحه اللي دوام يجي دوامه نعم نفطر في الاستراحه الفطور زين عندكم نجي اللي يجيب عاد كل واحد ما احنا من في بعضهم متاهلين متزوجين يعني كلنا كل واحد عنده شقه استراحه فاضيه ما في احد اوه ما هي بسكن يعني ما هي بسكن استراحه طول عمر المجلس جمعة 10 6 ومطبخ وغرفة والله يكرمكم دورة مياه ثنتين وحوش كبير حوش يعني يمكن 10 و12 و12 ما شاء الله كبير في رمضان نفطر فيها ومن نكسى اللي عقب فطور تعرف التخمول نكسى على العشاء نقوم نتصلي تراويح نرجع نطق الاجوات المجلس الساعة 10 طلعنا قدام الاستراحة في حدوة مزينين طائرة اوه الساعة 10 ولا اكبس للسحوم من 11 لانه ما يظهر التراويح الا 9:30 والله انت صادق من هو؟ والله عز الله ما كذبت المهم يطول عمر السلامة وطايرة لا الساعة 3 2 3 2 نرجع قد السحور جاهز نضرب السحور عقبها سوني لين ذي الفجر منتظر نقلبها سوالف ضحك لين الساعة 8 9 رجع يزن طلوع الشمس في رمضان اذا فجر عادي ان شاء الله رمضان هذا مختلف قولوا لي لا ليه؟ لاني سحور عندك وفطور عنده وغبوق عند الرجل ما غبوق سمرته عند الرجل سمرة رجع ومن معي واذا صار فارس لا فارس بنروح اللهم صل فارس بنروح بنروح للمزرعه يا اخي لا فارس القصيم لا لا رمضان بالدمام انا بالدمام نعم بنجيكم نفطر عندكم نجيك الدمام مرحبا والله ما تدري اجل بنجيكم بنجيكم حنا انتم مشغولين لا لا احنا مشغولين بنجيكم مشغولين على باب الله عزابي حري يجي عزابيه هل سمعتوا ما نعرف لا زي سمبوسه ولا القميات القميات العلم عندكم ما شاء الله متاهلين عندي انا عشان ما تروح نروح مساجد ولا تروح هنا ولا تروح هنا اقرب مسجد عندي استراحت وش ما ارجع شفت ولا تبى بننسق مع الربع اللي في الرياض اخوي انا بنسكن عندك شفت ولا البطانيه بجيبها المخده لا تجيب المخده ناوي يسوي لنا فطور ان شاء الله الربع اللي فاضي يفطرون معنا طيب بعدين نفطر في استراحه اذا فطرنا بنصرف اخوي انا الثانيين انتم حاولوا يا ورفع هذا من رقد وبنمشي قبل السحور قال لك عشان السحور ما في دروا العالم كله الا اخويانا الهم الهم اخويانا العالم مره مو جايين شفتوا ايوه ثم اذا قلت سحور كمان ربع قول لا والله احلفوا انتم نبي نرقد انا هم اللي بحالك اضحكوا اضحكوا لا لا قولوا ما نبي نرقد نبي نرقد ابو عايد ونبي نمشي قبل السحور متسحر قدام انت قدام مين كل كذا بس قدام يعني انتوا رحتوا انتوا ما تنامون على انتم المشكله الجواب بيفضح لا ليه اصبر خلاص تجرم عندك من بيسوي شو في الاستراحه بيسوي شو في الاستراحه بس ترى الاستراحه علمكم الاستراحه ترى في لوكيشنات ابوي حاط لوكيشنات الاستراحه قاطع اصوات ما في ترى ابوي بمسك الاعداد هناك اخوي طارق ابو عيسى معاذ ابو عبد الله ثمان كليب ها شيء في مغسلة في مول السلامة في بقالة توصل أو ما تدخلون مع الباب في جنبكم زي السلة زي تحطوا جواتكم فيها معلش حلو وأبوي يسلك لكم مايكاتكم يا ريدي يوم طلعت من القرية كذا أسوي والله أي والله يا مبارك إني أمس إني أقول كذا ما علي أسوي كذا يا جماعة يا ولد صارت طيب خلاص عادة يا ولد طلع عشان برا مستشفى أنا وياه بنسولف برا نقرب عند بعضنا بطل ما يكاد
قسم بالله انا الحين زين وانتم سمبوستكم بالشكشوكه ولا لحم مفروم ولا دجاج ما اسوي سمبوسه احنا بالعربي بالعربي انا ابو معجب ما عندنا لا شغل ولا مشغل والله اسمعوا يعني لا جينا الرياض ترى على طول خش راحتك بنرقد يومين ثلاثه والله مس والله هذا اذا ابوي ما باع استراحه والله خبري خبري ببيع لا لا ابوك ترى ما يبيع انا خبر لا لا عندي للزبون عندي للزبون خليه يهون شوي انا بدي اخذ خبري يقول ببيع حول ما ادري يقول له مليونين عقب رمضان تدري عقب رمضان له مليون يا اخي والله ما ارد ايش ما اعلم لا عين ذاك اللي بعد عيد الاضحى قال ب 4 مليون عقب عيد الاضحى بس مزيع له مزيع له لا جا الكهرباء بنقط فيها الكهرباء بنقط فيها ما عليك والمساله بنجيب النوازي وين هذا حولنا على ابو شبي وعزره ما مقصر شنو والله بس سعد عندك استراحه والحالي بيع استراحه الحالي طبعا قريب الحالي بالشرق الشرق والله هاي انا على طريق يا مميزات الحالي يا بس يا يعني فرشنا معنا وكل شيء الفرش موجوده اوه يا الرجال والله انا طيب كل شيء اروح اروح اجي اروح له انت تبي انت لا تصور ظني انا بجيك لا انت ظني لك مش بس انا انا والله ادخل الرز الرز عشان عشان المظلة حقنا عليه عطر الجيميات تحطون فيه داخل ما نسوي فطور نهائي احنا تمر وقشطه سلام ما تستعيشون ولا الحين بفطر عندكم ما سلموا من عندي جراس ابو مسر زال اد البيت اد البيت ازعق له يلا هذا فراغ هذا راح نسوي تمويه لك الله يحييك ابو شبيب عندنا كل شيء مصقر جهز لنا شوربه فيها فلفل عندنا رك بدي لا معي والله الحين حمه اسمع انا معي حمه الحين بدنا شوربه فيها فلفل ابشر فيكم والله رمضان تمام ابن عين بتحط فيها ذوم ما عليك لان تعرف مرحبا والله ما سال يا ابو معج الله يبقيك طول عمرك طبعاً بجركم ولا الحين مانعين الطليع ان كان فيه تيوس تيوس ولا تيوس الجنوبيه ذي اللي يجيبونها من الجنوب هو الضفدع الشنوبيه امنعنا في الطليع الشحوم ترى فيني قرحه فيني قرحه في المعده قرحه ومعي قالوا ما عادني شيء بس الله يشفيك يا رب اللهم نجيب لنا تويس لحمه قعود 4 5 كيلو 6 كيلو زي ما قلنا لكم الوعد اربطنا يربطكم ولا هي بس ولا هي بالشكات ما عندنا شيء يربطنا يربطكم قاعد احنا يمكن بعد نجيك نمشي عندك ونقعد عندك يومين ثلاث ايام ادمت اخونا هذا اللي خايف منه هذا اللي خايف منه ما عليك بناخذ عندك ثلاث ايام بناخذ عند محمد شبيبه 4 ايام 5 ايام بنرجع لك كلكم عندي انا وحمد شبيب انا رجع صراحه فاضيه يا ولد 24 24 رجال ما في انا ابو صقر بيروح المدينه لا لا وين راجعوا يروح المدينه ابو صقر بيعود على اجل سفرته اجل سفرته يلا تبي الراي تبي الراي المبارك خلاص تبي الراي المبارك بعلمك تعالوا لنا في الرياض ابو بطركم انا ابو شبي حلو شتوا لا ثم بنمشي مكه يا سلام بنمر في الطائف علي انا وهزع يو اطلع حاجه ثم عندك صالون خليني بعلمك عندك صالون خليني باصص السياره ما يفهم ثم ننزل على مكه نعتمر ثم على جده نواف فرزاء اصبر خليك معي ثم على المدينه ابو صقر ونواف العرماني ما ابراهيم المدينه بيقول المدينه خلاص خله ما يمشي اروح نواف العرماني وين في المدينه مشغول امين المدينه مشغول اسمع امين رجعت من امي وابوي عندي شغل يعلم الله على دقوا علي وانا ظاهر من المدينه العذر من الله ثم خذ النمو ترى يدور فينا تعالوا الا موازي من مر العرماني قهوه انا بعلمكم سير الرحله وصلنا للعرماني ديرتنا ديرتنا على طريق المدينه سولفت سولفت لا انا علمك انت في وجهي ذي المره اجي وجهي بارك الله فيك ما نسى شيء اسمع اسمع ومن المدينه ثم السلام وتمر تبي تروح شمال ولا جنوب الحين المدينه لا بنمر نواف العرماني بناخذ عنده فنجال عجلي ايه بنروح معنا بنروح معنا بيركب معنا ابو عبيد وينهم؟ حفر حسب ابو عبيد والله نغثكم بقى تبي الجنوب تبي الشمال 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 طيب بننزل الشمال روح العلا بروح عند ريان ونمشي عنده امانه امانه معك لا طريق بنسوي له فقره مقادير نعلمه ايه طب غصب ريان ومن ريان طوسان بننزل على عربنا في الشمال الحفر ابن العلا لا الحفر ما عندنا هناك ما عندنا احد هناك اوه يا وجه الله من العلا ما في الا هو بندور احد بنفطر في النص من نتذكر حتى مقدم يتذكر عباس في قصيم ولا هلا عباس بجده اصبر اصبر حلو مره ما عاد نرجع بلا شو تعرف لكم على واحد في هذيك الديره
بكره بكره بيجونا. لا يوم الثلاثاء نتعرف على احد. اتب امي انت ما يدري. لا لا قريب من عقب الجوف. الجوف حايل من عقب حايل. الجوف 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 اسمع ولع ولع اسمه رفحه. شوف رفحه قريب رفحه من فيها. رفحه 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 ايش جابها للعلا ريال القطوع كذا على تامة على كذا على اسمع تامة الثلوث تامة 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 عبد الله الصبيح عبد الله الصبيح عبد الله الصبيح اللي في النقد يلا دوري عرعر عرعر ليش تنقد واجد الجو راح وكيف شكله منو؟ واجد الجو لا ارواح مسله مسله ايش كركبه ايش فيه؟ حلها يا رجال بنفطر ذاك اليوم بنقضي ان شاء الله يوم من اخر بنقعد نوقع بالحفر اي مرحبا يا جي الحفر عندنا من ناحيه وعندنا حفر طواله مناحي. الشرط الاول فطور الفطور الاول فطور الثاني والثالث عقب الفطور الاول فطور ثاني عقب الفطور الاول والثاني من ابناء مازن بيجي حاي لا لا بنكلمه بنكلم بمر بنجيبه معنا بنجيبه معنا لو قال احنا جايين الرياض يجيبوا مازن معكم يلا احنا شلينا العرماني معنا من المدينه اكيد بنجيب مناحي ايه بناخذ كبير مره طيب احنا الحين احنا بالحفر الحين صح فالحظة صح؟ خلاص من الحظة طلع الشرقية بننزلكم ونعود ديرتنا والله ما ننزل لا لا بعود أنا لا تودينا القصيم تنزلني هناك أي لا خليها الجنوب إن كانكم طعتوني إن كانكم طعتوني من المدينة بنحولها جنوب يا لا أي يا وجهة بعيد عندي فكرة عندي فكرة اسلم من الرياض على الجنوب اسمع اسمع من الجنوب على مكة أي من مكة على مدها هاو بالعايدي يا مسلم مارق لي وراك من وش من المدينه وين من الرياض على الجنوب يا رجال اول ما ناصر رحت ثريث هاي يا رجال والله هاي بشوف الشعب والمفاتيحي في واجب اني خصنا يا نشاد ما داني انا نشاد اقول ابو مبارك ابو مبارك لا ودي لا تحاول تجيك ابو مبارك غداكم في الحجاش وعشاكم في جاش ونروح جاش حب الله وما السلام ثلاثة أيام والله عمرك طويل ثلاثة أيام فطوركم طلي ايه وغداكم طلي عند الرجال وعشاكم احنا رمضان رمضان احنا بعود ذاك اليوم لا لا مسافرين مسافرين رمضان نبي ناخذ بين الشرقية والرياض خليني اختصرها بعد رمضان شهر 10 اسمع على الجنوب طيب ليش ما تجون القصيم اجواءها ربيعيه وامطار والمزرعه وين بالمزرعه فطور انتم ليش كذا انتم لا وني يزعجني ودني هنا البخ اصبر شوي نروح على الانترول على الشاص ايش رايك لا الشاص بيعور ظهر ابو مبارك لا لا, لا انا ما عاد احب الشيرات العايدي وهذه مر 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 انت صغيره مر لا 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 ابي ابي مر ابي سيدا مكتب التاجير طق باليوكل لا لا حتى اليوكل ايه كان بالله سيرك بالله شوف وجهي شوف اليوكل هذا سنتافي كفي اسمع مرتين جاء واحد اضطراني جاء واحد من عمي من اهل الدمام كنت في القصيم قال كنت في ديرتنا المهم انا دق سلف العايدي قال وين بتروح؟ قلت بروح اغير زيت او زي كذا قال انا بالسوق وابي قلت ولد السوق وعايدي وادخله قال ابي كافي وكذا قلت يلا اركب العايدي في الدمام لا بقصيم قلت بس اسمع ترى ما احنا باصلين الا بعد ساعه ونص طبعا قريب الرس عندنا نص ساعه وانت فيها والله وتل حر موت ما في مكيف ما في مكيف وناصل طال عمرك اول دوار نروح يمين طلع عمرك نروح عند الكافيهات باب طططط يولد العالم كلها طالع كلها طالع عقبين ميلنا على السوق طلع عمرك رحنا حلاق وغيرت الزيت وعودت عاد هذا بيركب بس اجواء يا ولد لا انت لا انت ايوه نرجع موضوعنا لا الموضوع اخذ يوكل امبارك اخذ يوكل امبارك ولا بحرز طيرانه شوف لو والله ما يوك ما اجا اجا تعال عشان اسكر في امبارك طيران ما في موتر ما باب ورا لا غمرت صغيره ورا لا لا مقعد في زديه ما لا ما 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 في حاجتك قول إذا أنت بتركبها لا لا ضيفنا على يا رجيك أنا وجهي يا رجيك والله ما علي منها أنت رأب بعد واجد عليه لو أنا قلت لي أنا صح لك جز يا رجال أنت حمار ما ركبك يخب عليك الله يطول عمرك والله صدق أي والله من طيب والله العظيم حمد ربك حمار والله يبيك بالعلوم الطيبة منك واضح يا رجال بس حرك شلفتك على وين وصل قل تم 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 طب نرجع لموضوعنا السياره ما يفهم قد قالها ابو عاد انا مركب للطياره عندي عندي حجزك عندي خلاص تم انت الله العظيم الدب على الطياره ها وش شفت بتسحبني من المطار عزوز وش ناطك والدنيا ما عليه شنطه صغيره فيها ملابس اركب كل شخص لا شخص يعوضها يا ولد لا شخص بيتعوض شاعنا يقربا ساعة
سلامات عزوز ولا ريال. طيب خلاص الانترا. لا تعال يا اي الانترا. الانترا حلوه. الانترا حلوه. بنروح موتري. موتري. احنا اثنين. مكة في الجيب جاهز. الجيب جاهز؟ الانترا جاهزة. الانترا هنا. لا لا مكة. تعتمرون؟ ما اروح معكم. ليه؟ خبرنا. لا لا انا عمرتي ترى لحالي ما اروح مع احد. خلاص ما في مشكلة. الله اكبر. الله اكبر. متحف. بسم الله عليك. لا يا ابن حلال. انا خبل. واذا خبل يعني اضحك وكذا. كل خبل اللي حق. لا لا رحت لحالي استشعر الايمان. خلاص احنا ما قاعد ندخل معنا. احنا قل لي يلا احنا فندقنا ذو سلامه. فندق بناخذ ابو جو الساعه ولا نسكن بمحبس الجن ولا فندق ولا فندق في جبال جبال لا بمحبس الجن ارخص. مشكله شوف هذا متاح. يا زوج العشاء جاهز. العشاء جاهز. حسبت له 15. نخلي ناكل بعد العشاء. اخلي انت هذا شغل علينا الحين. قصر عليه دم. شفت يوم انك نقصت منهم تقول ارز ارز؟ اي قصرت عليه. له 10 دقائق. ارزتك انت وني حاطه يوم نقصت. صار يستلم امر صار يستلم امر. ها؟ لا 10 دقائق من يوم انك نقصت. الامور ان شاء الله فتن حل. يا فتن حل. فتن حل. خلاص جاء عليان. الله يحييكم. الحب. الله يحييكم. حي وحي ما جاء. من جيتوا الشرقيه فانا توكم، من جيتوا الرياض فانا توكم. من جيتوا الجنوب فانا توكم. ونعم. وانا مثل شفت القمر. كل ما صرت لين جنبك. تروح مين صار لي اما جنبك ولا شو اللي فوق ايوه قبل بقول لك ابو شبيب عندك تصبيح تحت بيني وبينك في البيت كبسه حطها في البيت ايش ذا حطها هنا امشي عشان انت مرحب اعطينا هنا هنا غبي هنا لا كذا قطة ليه خلاص خلاص بيحترم من الفروة السواد السواد خلوا الفروة عليها الين نخلص عشانها بس عز الله كنت ماشيين صح ايش خربك ليمون مضرب الصخره استغفر الله شوفوا وين كان عنده ما حد ولا نادي العيال استغفر الله العب يا سلطان سلطان احمد بندر بندر اللي بيجون لا بلاك الله بعاقه ايش يقول ابن ايش يقول القرقاح لا بلاك الله شفت العداوه مر فيك وجهك اغلى من سلوم البدو عند البدو اشطب اسمه خجي تبغى عيش حر طليق وش ببن عم لابن عم يبا كنت حلبه خالصه بعد شوي لا قرب انا اظني كل كرك اليوم والليل لبي ابرك فضوا الاشتراك فض اصبر اصبر لا دقيقه فضي ولا لا 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 ايه شيل الكلام اتوقع ما حد يمزح معكم انتم الامور ما مزح ها والله العشاء خلاص الحين كان تبون كينج كيفكم كينج بناكل ايش يبغون وين رايح ايش يبغون كاك تعتون ايش يبغون نبي اخر الليل نبي هذا خلوه اخر الليل والله لا توكل العشاء خلوه اخر الليل ندفيه ندفيه كله كله راحته كله شفه وانتم عاد بكيفكم انا رجال اللي بيتعشى ابغى اعرف طال عمرك الحين خلاص لا لا بناديكم بصحي مناحي وبصحي علي خلاص الحلاق خلاص يا رجال مقبل راسه من واحد ما شاء الله عليك تلقاهم فاضيين الحين والله العظيم راقد قبل شويه جنب وازع المهم اني لا لا المهم اذا بقومه للرجال ما دنا احد يرقد على فراشي ترى لا بس كبير يا ولد ما شاء الله اذكر الله والله العظيم كان مركز هذا كان مركز ما شاء الله والله دايري هو بعدين ايش تقول انت والله اقول لكم صدق والله سلطان حاره ما يبي يجاوب هو راح بي حددوا على اقصى ما جاب معلومات خرب وين نسينا الرجال محمد بن جبل عسى ايه الله يقويك ترى بتكمحن يوم 12 رمضان فطرنا عندك في الحسن ايه طريقي نفطر كل يوم نفطر في الديره انا افطركم واغديكم مسافرين عادي اسمع 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 قول يلا ترى الحين ما ادري حول 10 او 8 طليين تكفي لا لا تكفي صح؟ اي اثنين بس الاخبار اثنين والثالث مفروق الثالث حط النتويس مسلمين ومشاركين ومباركين ومعونين اثنين عشر رمضان شنو اخركنا رجال عقب اطلع تقريبا بدايه 8 صدق؟ نعم بدايه 8 نظهر وكلهم بيعدوا عندها له نص بستة شهر نص بستة احنا الحين ومتى نطلع؟ نطلع باقي احسب شهر احسب شهر وعلاها بعد او طلع متى؟ تقريبا في 29 7 29 لا في 8 يا طبعا جاب قال شهر على رمضان صح؟ اي لا لا الشهر ذا كله بيقعد عندك العالم لا 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 انا ود انا ود انا ود انا لو يسمعون راي العيال
ما احنا جايين بعضنا الا عقب عيد رمضان. طفشني من بعض يا ريج. حريجي لا ما تمسحني. هذا ماضي. ماضي بعد وش وش. تدري حقه شنو؟ يا ولد الفطور عندك اسمع اسمع. هذا في النصحة بيسوي حفل. من جمهور بيسوي حفل. ومن لا ما انا حافل ان شاء الله حق فاس النسخة حق الجمهور بسوي عقب العيد. انا بعلم حفل الصبح عندي خلاص ما عندهم جايب. اذا الله ايش بدل العيد. خلينا فارس النسخة حق الجمهور. انا ما بكتب ما يعزكم اصلا انا. يعزكم ليش يعزمكم انا؟ انا اصلا شاري منكم بجيب اشكال جديدة. اشكال جديدة. تسوي فارس بعزم النسخة السابقة. اسمع. الطحاطيح. سوي لك حفل. لا قادمة. سوي لك حفل. سوي لك حفل. فارس الفصلات. والله هذا يمكن يجي يمكن يجي شباب العالم يمكن يجيك احنا ما والله بيجيك احنا بيجي فارس الربيع ها يجيك ابو ربيع على شرف ابو ربيع بجونك عاد نلف ها عاد انت خذ حريتك ما في فاصل طيب ها يا ابوي عندنا احد سؤال سؤال من ها ابو ربيع كيف وش محمد من هو وش وش خلاص يلا احلق احلقين كلام من ناحية راح لها اهم شيء ابو ربيع شيء هم بيمشون لا 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 ما ماشي ها انت محلك سلطان ايوه امشوا نتعشون ها لا لا تروح عشان 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 جاهز ابو ظبي كيف شكل اليوم منو لا ايش العلم اسمع ابو صقر انت ارتاح في الرياض والله وجه السؤال ذا للطوالة طيب النظاف في المدينة ولا في الرياض طوالة هو انت تجي الطائف ولا ما تجي الا بنمرك متى انت علمنا والله ما ادري متى يوم 14 رمضان نروح منا لين على اول ما نجيب كم عددكم؟ والله حول 12 كذا كم فيها اربع طريق 12 اربع طريق عندك هو هزاع عندك البطولة البطولة عندك ولا عند هزاع ولا سنة واحد منكم نعم لا تكثرون حطوا عجينة اما اذا جاتوا هزاع ياخذكم استراحة لا ما نبيها نبيك يجي واحد حاله نعم بيعته ودنا بخير ابي ترجع لكم شنو احنا طيب نجيكم ولا انت لا تجونا احنا شوف ان طلعنا احنا تعنا ان طلعنا انت عنا انت عنا عشان مو تزيد لك شنات فرقت ليش واحد خلاص من الاخير ما تفرق ما تفرق شلون تفرق اسمع بعدين نحولها على جده نسلم على ابو فرزان ناخذ عنده تويشين مقلي من جده بعد قبل شيء قال فارس عباس عباس هبس ما في جدة إلا في جدة هبس جدة إيه هبس 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 على كورنيش هبس يقول عنده درهم واجد نتمشى مع هبس بناخذك معنا جدة كلهم عندهم درهم نتمشى على كورنيش الكورنيش الكورنيش حلو هبس ما خلاص نرجع عند الطائف الحين بنكمل الحين مشوارنا بروح المدينة نتقهوى عند موفى عرماني نتقهوى عند موفى نتقهوى عند موفى عرماني نعم وين مو بعزف الكل مشغول ما ادري عاد ما جاي هم دق على جناك دقينا عليه انا كان موجود جينا وكان والله عزمنا عزا الله يعزكم عزا الله يكرمكم ارماني ما ادري الله يطلع منكم ما ادري بعزكم يلا يفتح عم دق عليه انتم كم عددكم 12 انا اجي كل دي افطرنا عند الرجال قوم منك خوه ولا لا في خوين يركب ما مخوينه بكيف باص انت ولا ايش هلا هلا كلام مش تطي جاي لا طيب دقيقه علي علي تاهو ولكزز ولكزز لا يوكن تاهو وجمس لون كل واحد شباب شباب لون كل واحد سيارته على شكله وش بيصير وش سيارته راس اف جي لا هو يلا لا والله ما اف جي لا نوفا لا شانجان قطع 10 الجنس ذاك الجنس قطع اوه والله كان كشاش ابو شنب اي بالضلع هم هذا كان حب ما يبيت هذا كان حب ربع ذا شو يلا خطه بجوله يعني اليوم عيني ما يعطي اسم هذا أزيرة لا 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 هذا نوكسيما دتسن دتسن والشاص عام لا الشاص الشاص أنا عندي يا ربي لا اغلطوا علي ترى ما ادري هذا اشكلنا هذا اسطيح هذا ذيك اللي شلته ما هيدروليك كوش اللي حط على راسي هذا والله رمادة ما يعرف هذا رمادة قديم كاش كاي لكن ما جت التريلات معدات 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 لا همر همر
الله يحفظكم ان شاء الله. وقت اخر ودعناكم الله. هذا ولي طليان عشان اكرمكم لجيت تهيشت. حي الله عينك يا ابن عمي. حي الله يا ابن عمي. حي الله من ذا على الباه. حي ذا العين يا في ببس. ببس؟ ببس. بب. ببسي. مستغرب مستغرب. هذا ما في شيء. هذا السؤال وش هو له يا علي؟ ببس. تقول ولا ببس. سر الليل يا شيخ. هذا عشاء. صدق. محمد المسردي. عطني واحدة. ليش مسرده زي كذا؟ ايش فيك؟ المسردي. قاعد قم قاعد قم قاعد. التعفيه. اي والله. سلام. بسم الله عليه. عليه بسم الله. اخاف منها يا ولا الله يعلمك الشر. سمو 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 قبل كل شيء سمو 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 وصعد سمو. بندر العلي إذا قابلت المراية وش تقول لك المراية من تعبير؟ أقول يا لبي هذا الوجه اللي أشوفه. المراية وش تقول؟ مو أنت مرحبا اللي أشوفه هو يشوفني. أنا سمعت وحنا كنا نشوف بعض. قال من شافنا بعين ولا بنص عين حنا نشوفها مثل ما عينها تشوف. حلو تقولها المراية لي. تقولها لك. سلم لي على المراية. قل لها يا لبي طط. بيض الله وجهه المراية والقصائد. واقف يا. القصائد واقفي هون ثم هلا. هلا. حيوة. حيوة. محمد بندر. احش في بطنه.